Conseil KFM. الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ. صباح الفلع تونس الكل وصباح الاستثمارات وجديد زيد الأكثرية الأبراج الفلكية. إن شاء الله نهاركم زين. مع الحمل أفكار مهمة وبداية مميزة والفرصة راهي موجودة لتجديد العهد مع الحبيب الحاصل صحة صحة والاتفاق راهو موجود. المستقبل خير برشا متوا والثور سفرة في الأفق مع العزيز عليه ينسى بيهم تعب أيامات تعديت عليه حتى هو عنا برشا من الضغوط وقايت زيدة تتلهي شوية بروحك والنفسية راهي تستحق برشا فلوس وتستحق زيدة الهدية. عيني على الثور ومولود اليوم من برج الجوزي يتحرر زيدة من برشا قيود عرف كيف يشيطوي صفحة من الماضي خاصة في علاقة تخص حياته الشخصية والمستقبل. يا جوزي يوعدك زيدة بخطوات ناجحة وبإفاق جديدة تعيش زيدة برشا راحة وتعيش زيدة هيك الطمأنينة وتعيش نجاح على الصعيد الدراسي. إيه سرطان يعيش الحب والرومانسية واحتفالات سي سلطان راهي على قريب تتحقق زيدة الأمنيات. نهاير اليوم يحكي على أرباح مالية وين تعيش زيدة تغييرات ومفاجآت مبروكة سعيدة. إيه الأسد الفرصة راهي بين يديك الإتمام بعض المشاريع المالية العالقة. الحظ بقدرة ربي راهو بين يديك. إن شاء الله يا ربي ديما مويتيك طاقتك إيجابية واليوم تعيش صدفة مزيانة نهير العلاقات والأجواء المبروكة والفلك يحكي على فترة ازدهار معنوي. نتعداو للعذراء خطوة على تحقيق أهدافك شوية وقت لتنفيذ زيدة بعض المشاريع اللي من مدة عين رات وعين ما راتش. برج العذراء للفترة اللي تعديت عاش برشا ضغوط معنوية ونفسية والحبيب راهو من أهم أسباب الحالة النفسية اللي فيها اليوم. زادت تتبدل الأحوال للأفضل والميزان تتحسن الظروف العائلية والمهنية. فما مسألة عالقة لكن انفراجها على قريب فترة اتصالات وعدة وعلى قريب فما تليفون من عزيز عليه متوحش هيك السوية. عيني على الحب كيف وكيف برج العقرب يعيش مصالحة مع الحبيب وزيد أخيرا يدخل في مفاوضات جدية تخص عقد مهني جديد والقوس متحمس لاتخاذ قرارات وخطوات حاسمة وقيت جديد ينور حياتك حتى أنت من مدة عايش بعض التقلبات كيف ما يقول محرز الغنوشي. طقس متقلب أصبح نجم يكون لابس عليه أما في الليل تتغير الأوضاع ترعد شوية تصب المطر والجدي برشا جرينتا يرجع زيدك الجرينتا اللي فيه وتدخل في مرحلة تنفيذ حتى انت من جديدة اتخطط وان شاء الله يا ربي انجاح يكون حليفك. ادلو اجواء ايجابية تسيطر عليه اليوم راهو نهير الحركة والبركة والاجواء المبروكة. ونختمو مع الحوت فما تحذيرات راهي باش تكون على عجلة ومناسبة في الافق تعيش اجواء الحب فما نقلة نوعية في حياتك الشخصية وعلى قريب فما زغروتة والفرحة تنور حياتك.